السلام عليكم، عاملين ايه؟ فيديو جديد وحلقة جديدة ولعبة جديدة. ان شاء الله النهاردة هنلعب لعبة محاكي الحياة الواقعية، ودي اول حلقة في السلسلة الخاصة باللعبة دي. فقبل ما نبدأ حلقة النهاردة اضغط لايك واشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. طبعا انا هسمي ال هنبدأ نعمل عالم جديد، هسميه مودي جيمنج باسمي. واللعبة دي يا جدعان فيها اونلاين لو حد عايز ينزلها، وهنضغط على يبدأ. طبعا في البداية زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة احنا نازلين من بالطيارة في المطار. ابدأ ان انا اجهز الشخصية بتاعتي. ده لون البشرة، ثانية واحدة، حلوة البشرة دي. الوزن، انا وزني يا لهوي ايه ده، لا انا مش تخين كده، الوزن محتاج يتظبط. العضلات ماشي، الوجه هو كده تمام. الشعر نحط الشعر ده ونخليه اسود، ماشي. اللحية مش عايزين، بس كده تمام. هنسمي اللاعب بقى، ما نسميه مودي. بعدين نعمل حفظ كده. بدأنا بداية جديدة، وطبعا احنا خارجين من المطار هنبدأ نروح للباص اللي قدامنا ده. طبعا انا هعمل سكيب الكلام ده عشان لسه ايه، بس هنقعد في المطار نقفل في وش الراجل ده كمان. هنروح بقى اذهب الى القافلة. تقريبا ده الكرفان اللي انا بعيش فيه، اللي بيكون فيه حاجتي، ماشي. اول حاجة هنلم القمامة، اجمع القمامة. بعد كده ننضف الارضيات. بعد كده الحاجة اللي احنا خلصنا ايه، حاجات اللي احنا عايزين نحتفظ بيها يعني من خارج بيها، خارج منزل. المهم نخرجها بره المنزل يعني، بس هو شكله كيس زبالة، مش فاهم كاتبين كده ليه. فأول حاجة هنبدأ نشيل الزبالة دي، ماشي. كده احنا شلنا الزبالة. تاني حاجة هنمسح الأرضيات. بعد كده هو انا همسح النوافذ عن طريق ايه؟ ماشي، بالقماشة دي. احلى حاجة في اللعبة يا جدعان انها بالعربي، بصراحة انا احب كده ابقى فاهم انا بعمل ايه، مش لسه هقعد اقرا بقى واترجم لا، اللعبة مترجمة بالعربي افهم كل حاجة على طول كده، مجرد ما نقرا بس هنفهمني. طبعا لازم نقعد في مكان نظيف، الكرفان بتاعنا ده اللي احنا هنعيش فيه يعني. ما اعرفش بعد كده هينفع ان انا اشتري بقى بيوت وكده وعربيات، بس هنعرف نستكشف اللعبة مع بعض. انا بخلص بسرعة. طبعا ده السرير اللي انا بنام عليه. جات لنا رسالة بيقول ان استلم الرسالة دي عن طريق التابلت بتاعي. ده وظيفة، ده شغل جاي لي يعني، شغل اللي انا راح اعمله. المفروض ان انا اروح هدهن بيته كده وانضفه، وانضف النوافذ بتاعته. فهنقبل العقد ده، انا لسه بنستكشف اللعبة، لسه بنتعلم. هو الولعة دي ما بتطفيش؟ طيب انا اتخنقت يا اخي. المهم دلوقتي ان احنا المفروض نروح في رسالة جات لي تاني. يعني العربية دي مش بتاعتي، ماشي. يعني العربية دي مش بتاعتي، العربية دي بتاعت ابن عمي، هو مسمي، انا مسميها على التليفون ابن عمي، اهو اسمه بوبي، ماشي يا بوبي. يعني العربية دي كده بس انا مش بتاعتي يا رجالة، فيعني هنقضيها ماشي لو احنا ما جبناش عربية.
يبقى احنا كده اول حاجة هنعملها اول ما يبقى معانا فلوس نشتري عربية بالصلاة على النبي. فالمهمة الاولى هنروح عند البيت اللي موجود في الخريطة، نستكشف ايه اللي موجود فيه وايه اللي عايز يتعمل، وبعد كده بلاش ما نعرف ايه اللي احنا نعمل. نطفي يا باشا الموتوسيكل، موتوسيكل ولا توك توك، متجر الاجهزة. ماشي طلاق، تمام. بيقول لي يعني الحاجات اللي انا هشتريها منين وكده. فهنا طبعا كتاب دليل، ده بنتعلم منه. بس ده البيت اللي احنا هنشتغل فيه. مفروض ان انا هعدل في التصميم. مفتاح المصباح، في مفتاح بايظ يعني، انا ما اعرفش، في حاجات في الشمال كده مش فاهم منها حاجة، بس هنفهم يعني. لا توجد مهمة في هذه الغرفة، تحقق من هذه من غرفة الصالون. فين غرفة الصالون يا غالي؟ دي مش غرفة الصالون. غرفة الصالون، صالون اه هي المعفنة دي اكيد، ده شرح الدهان وكده. ماشي مبدئيا ده شغال، مش شغال اهو. في البداية ان شاء الله محتاجين نلم الزبالة الاول، فهنحتاج نلم كده زي الشطار. البتاع اتملت، مفيش مكان للزبالة هنا في البيت ده، ونخرج بره. انا نفسي اعرف دي بتستخدم ازاي. ايوه كده انا استخدمت سلة اعادة التدوير يعني. طب ايه الحاجات دي؟ خط مكافأة، ماشي. طب الصندوق ده اعمل بيه ايه؟ مش فاهم. لا خليه مكانه تاني يا غالي، خليك مكانك تاني، بس خليك دلوقتي انا ما اعرفش اعمل بيك اصلا. المهم ان الصناديق دي بنعمل منها اعادة تدوير من الزبالة وكده، ونرجع ان احنا بقى ايه نبيعها، فاهمني يعني، نستفيد يعني. بس ما اعرفش بقى لسه فين وازاي وامتى وكده. فهنبدأ بس ننظف المكان كده. خلاص خلصنا، نبدأ ننظف الأرضية بسرعة 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 بسرعة. معلش يا جدعان، عارف ان انتوا هتدوخوا من الكلام ده كله، بس السرعة عشان نجمع فلوس في وقت أسرع ونخلص. أيوة باقي ثلاثة، لا اتنين بس كده، باقي الجدر الشبابيك. ماشي بعد كده ايه، جبس. بعد كده هندهن الحيطة تقريبا. فالمفروض ان انا اروح اشتري جبس والدهان يعني، اللون اللي احنا هندهنه. هو ما حددليش انا هدهن لون ايه بصراحة، ف مش عارف. نروح نختار لون بقى من هناك. فاركب يا باشا. هنا المكان اللي احنا هنشتري منه الدهان بتاعنا الجميل. فهنبدأ بقى نجيب واحدة من الدهان. ماشي اللون بقى هنخليه ايه؟ لون الأوضة هنخليه بالصلاة على النبي ده رمادي. ماشي واشتري منين يا غالي؟ ماشي كده، ونجيب الجبس. في حاجة تاني؟ بس هما دول. كده احنا اشترينا الحاجة. تلبيس الحائط ده معرفش ده ايه بصراحة، في حاجة اسمها تلبيس الحائط، بس ما علينا. نودي دول بس الأول، نخلص الشغل ده وبعدين ايه نبقى نخش على اللي بعده. وصلنا الحمد لله. هنبدأ ناخد معانا الدهان، ناخد بتاع الجبس الأول عشان احنا كده كده هنحط الجبس الأول. فحطها هنا كده، لا عايزين نحطها بطريقة حلوة يعني. ماشي ماشي. وبعدين نيجي ناخد جبس ونخش على الحيطة دي.
حلو الكلام. أنفع نقاش أنفع. خلصنا الأولى كده، احنا خلصنا. فمش عارف اللون اللي أنا جايبه ده هينفع. الشوكولاتة اللي هما كاتبينها دي ماشي، خلينا نروح نشوف كده. هنروح للمكان أشوف ايه لون الشوكولاتة اللي هو عايزه ده. السلام عليكم، لون شوكولاتة يا ريس. ايوه ده كاتبينها بأسامي فعلا. فين الشوكولاتة دي؟ اهو حاطين علامة عليه. كنت عامل للراجل لون تاني خالص. خسرنا كام يعني؟ 95 ولا حاجة. عادي عادي، هنعمل ايه؟ طيب مينفعش تشتروا القطعة اللي معايا دي؟ تشتروها ملهاش لازمة بالصراحة يعني. لون شوكولاتة اللي جوه عشان منغلطش. بس ربطل لوحده. ماشي هات يا باشا الدهان الشوكولاتة التاني ده، كده كده هنرميه يعني. انا عارف. ماشي. لا لا، الدهان الشوكولاتة هيتدرق في الأرض. كيو كده ماشي. دي جبس ودي اللي بتدهن. ماشي هناخد واحدة. خش يا باشا. يا لهوي، ده انا هقعد لبكرة كده يا جدعان. انا هقعد لبكرة كده بجد. مفيش حاجة اكبر. خلصت اول حيطه يا فرج الله. بس لونها حلو، لونها حلو، بس هتخلي الاوضه كحل وهتلم حراره. الالوان اللون الاسود ده هي قريبه من الاسود طبعا. الالوان دي بتلم حراره. لا اللعبه دي لازم يكون فيها رول يا جدعان، مش هنقضيها كده يعني. اسمها رول ولا اسمها ايه؟ خلصنا الحمد لله يا فرج الله. بعد كده ايه يا غالي؟ ايه تاني يا غالي؟ خلاص كده اخد الحاجات دي ولا اسيبها له؟ سيبها له. انا ما اعرفش هعمل ايه تاني بصراحة. هنخرج بره الاول. انهاء المهمة الاولى. هي المهمة الاولى بتقول ايه؟ طيب ماشي. اجمع القمامة. ماشي. نقاط التصميم: الحمام 100%، غرفة النوم. عايزين مشعاع. ماشي في غرفة النوم. ماشي. طب خلينا نروح كده نروح اسمه ايه، نروح للمتجر ده ولا اسمه ايه؟ اي ده ابن عم ما يعمل مني بطاطس. نروح المتجر ده نشوف الحاجات دي بتتباع فين. طبعا ده بتاع الدهانات، مش محتاجين منه حاجة. خلينا في ده. السلام عليكم يا أمورة. يخرب بيتك، مفيش حاجة باينة في وشك. هاري برن المشعيع. ايه هاري برن بقى المشعيع دي يا غالية؟ بتاع ايه ده؟ غرفة النوم عايزين فيها المشعيع. ايه المشعيع ده؟ والصالون عايز سرير. عندك سرير يا حاجة؟ سرير. يا نهار ازرق يا حاجة، ده ب 300. هجيب له ارخص حاجة. ارخص حاجة بكام؟ السعر الاقل يا غالي. أقل سرير. طب ده بتاع عيال صغيرة ده، هاتلنا ده. نجيب له المعفن ده. ده كام بقى الحساب؟ 70 يعني بتاع 300 و 289. السؤال بقى، هنبيع الحاجات، هنحط الحاجات دي في العربية ازاي بقى؟
ده سرير. معرفش، هنروح هناك نشوف، هنروح هناك هنعرف. يلا بينا. النهار طلع وانا لسه ايه ما خلصتش. طبعا التوك توك ده مش بتاعي، ده بتاع ابن عمي ماشي، فاحنا واخدينه كده بنمشي نفسنا بي. ايه ده، ايه المزبلة اللي على البتاع بتاع ال، هو ماله عامل كده ليه؟ اه ده انا من هنا ممكن انهي المهمة. لا خلينا احط له السرير بقى والحاجة الاول عشان اخد فلوس زيادة، يعني ده اذا كان هيديني فلوس زيادة. هاتلنا السرير ده، المفروض ان هو يتحط في في الصالون. اه لازم افضل ضاغط، ماشي خلي كده كده جامدين. اتحسبت لنا نقطة اهو كده، احنا حطينا السرير. فالمشعاع ده بقى انا معرفش هيتحط فين، خلونا نحطه كمان ونستفيد بالنقطة بتاعته. ده فين فلوس؟ فين يا باشا؟ تعال انت. وبعد كده نبقى الحاجات دي مش مطلوبة مني يعني، بس هي هتديني نقط زيادة يعني، فاهمين؟ المشعاع ده هيتحط هنا برضو، فانا معرفش ايه ظروفه، بيتحط في ايه ده؟ هذا ايش حطه هنا؟ هو ده بتاع ايه اصلا؟ انا معرفش، خليه هنا معرفش. بس احنا كده خدنا اتحسبت لنا نقطة كمان. نطفي النور بقى عشان شغال من امبارح، وبعدين ايه نتكل على الله، نقفل الباب بقى كده زي الشطار. يمكنك عرض شجرة المهارات الخاصة بك يعني. ماشي ثانية واحدة، فين بقى مكانها؟ كده انا بقى معايا 20,000 يا جدعان، بقى معايا 20,000. وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو، اول حاجة لازم نشتري عربية. معرض السيارات، في عربيات جديدة في المعرض، تعالوا اتفرج عليها. احنا كده خلصنا مهمتنا في الحلقة دي، ان شاء الله نروح نشتري عربية غير الخربانة بتاعت ابن عمي، العربية التعبانة دي معرفش اللي هي في الشارع دي ولا ايه. يلا بس احنا ماشيين نفسنا بيها يعني، احنا كده كده هي مش بتاعتنا. فاشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة، متنسوش تضغطوا لايك. ايه خلاص سلام يا جدعان، بصوركم الفيديو الفجر ويلا سلام.